وقد بعث ولي العهد برقية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثر مغادرته القاهرة أعرب خلالها عن بالغ امتنانه وتقديره على ما لقيه ولفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وأضاف ولي العهد أن المباحثات التي عقدت أكدت على متانة العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، وفقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامتكم، التي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وعبر ولي العهد عن امتنانه للرئيس المصري بموفور الصحة والسعادة ولمصر وشعبها الشقيق الأمن والأمان ودوام التقدم والنماء.